معالي الرسول للبلاغ. ومن امتى مسعيده بتنظف دار خوخه؟ ده شغل انا. والله يا حبيبي دي اوامر فوزي بيه. ربنا يفوت اليوم ده على خير. عم زكي روح قول لفوزي بيه ان مسعيده مش طالعه تنظف دار خوخه ابدا، واللي عايز يعمله يعمله. هي مسعيدة كان صوتها عالي كده ليه وهي بتتحدى فوزي؟ زي ما تكون كدابة. اصل الكداب دايما صوته عالي. تكون وقعت وخايفة لا اعرفه بتسمعني. لا لا لا، لكن ايه اللي يخلي فوزي يخرجني كده بالساهل؟ حسن حسن، انت هنا يا ابو علي؟ انا قلت مؤكد حلاقيك هنا. مره هتروح فين يعني؟ اتفضل يا عم زكي. بقولك ايه يا ابو علي، هما كلمتين اتنين جايه اقولهم لك، عايزك تسمعهم وتفهمهم كويس وتحط عقلك في راسك بقى. خصوص مساعدة؟ فكره ممكن برضو تعتبرهم بخصوص مساعدة. عاوز تقول ايه؟ اتكلم. شوف يا حسن يا ابني، انت اتهنت واتبهدلت قوي وانت صعبت عليا، فانا فكرت وقلت ليه يعني انت قد ما تعلمش السواقه وانا ممكن اطلع لك رخصه واعرف ناس يخدموك. تعرف انا منظرك على واحده ست في الزمالك متريشه اخر ريش، ممكن تبقى السواق بتاعها وتسكنك فوق سطوع عمارتها، ترتاح بقى من العطفه والهم اللي فيها. ومساعده؟ انت قلت الكلام بخصوص مساعده؟ افهمني يالا، ما انت لما هتبقى شوفير قد الدنيا القرش هيجري في ايدك وتقدر تدبر المهر وتتجوز حبيبه القلب. يعني هو ده كل اللي عاوز تقوله يا عم زكي؟ هيكون في ايه تاني يعني؟ ربنا يبشرك بالخير. نقول مبروك يعني؟ موافق؟ لا لا، ده انا كلها حاف وما سيبش درخوخة ابدا. الله يا ابني، انت اتهنت واتبهدلت قوي. ايوه بس بشرفي انا ومسعيدة. الله، لزوم ايه الكلام ده دلوقتي؟ حد جاب سيرة الشرف يا اخي؟ انا شرفي اني استنى هنا في درخوخة. انت امر غريب يا ابني. يا ابني انا بحب لك الخير. كتر خيرك يا عم زكي. الله، ده انت عندك حاجات حلوه. ايه؟ اهلا يا نداوي. البيه بعتك عايزني في حاجه ولا محتاجه؟ المره دي انا اللي عايزك. انت اللي عايزني؟ حلو قوي، انت اللي عايزني دي. بقولك ايه يا هنداوي، مش واجب برضو تعرف اذا كنت ارحب بيك هنا ولا لا؟ اسمعني بقى كويس، ده محل تجاري باكل فيه لقمة عيش، محبش انك تنطلي كل شوية على الفاضي والمليانة. والمليان بقى لما اجي عشان سعادة البيت. اديك فهمت. وانا النط على الفاضي. عليك نور يا حبيبي. بس انا المره دي جاي على المليان، وبدل الشاي ده هتقدم لي شربات. وايه الحكايه بالظبط؟ ناولني الشاي في ايدي. يا راجل ده انا بهزر معاك. اتفضل. هو ايه الحكاية؟ القرافة. القرافة؟ الزمالك. قرافة ايه والزمالك ايه؟ انا مش فاهم. نشوة هاني. نشوة؟ مش فاهم. مش فاهم؟
انت باين عليك بعد ما قلت لك ناشو هاني فاهم قوي. لا 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 بجد وضحت. ما انت عارف انا اصلي غبي، ثم انا مشغل كتير زي ما انت عارف. في يوم من الايام جت بنت حلوه عندك الدكان وانت مشيت معاها. هو جايز كانت بيعه وكنت رايح اشوفها. جت البنت دي مره واتنين وتلاته، وفي كل مره كنت بتقفل الدكان وتطلع جري، مع انك ما بتقفلوش الا للشديد القوي. اصل انا عارفك تحب المكسب وانا كمان بحبه. انت عايز ايه بالظبط يا هنداوي؟ ايه؟ مش عايز تسمع بقيه الحكايه؟ بصراحة ما عنديش وقت. وأنا ما عنديش مانع حد تاني يسمعني بدالك. زي فوزي بيه مثلا. يا راجل ده أنا بداعبك. إيه دي مداعبة؟ ما بحبش المداعبة يا هنداوي، بداعبك. أنا ما بحبش الملاعبة. أنا بكشف لك ورق، ليه عايز تفضل مغطي؟ أنا تحت أمرك. راقبتك مرة واتنين، وعرفت إنك بتتردد على نشوى هانم في الزمالك. بالأمارة أمها ماتت وانت عملت مجهود كبير، واضح انك واقف معاها. قلت انت راجل طيب، بس لقيت فوزي بيها هو كمان واقف معاها. قلت انتوا متفقين، اتاريكم مش متفقين، وكل واحد واقف معاها من غير التاني ما يشوفه. ست محظوظة. وصل هناك مرة وانت اختفيت، كنت حريص انه ما يشوفكش، لكن انا كنت شايف كنتوا الاتنين. حسبتها، لقيت اني لو قلتله جايز يديني مكافأة إن صاحي. لكن فكرت أكتر، لقيت إني لو ما قلتلوش جايز أنت تديني مكافأة أكبر وأكبر إني نايم. مية. ميتين. 300. 150 جنيه اهم. ابسط بقى يا حلاوه، ابسط بقى يا هنداوي. بس بقول لك ايه، حسك عينك لسانك افرد بكلمه كده ولا كده. مش كويس. ايه دول يا عم زكي؟ دول فلوس. فلوس المكافاه اللي وعدتك بيها. المكافاه اللي وعدتني بيها؟ ده انا لو قلت لفوزي بيه يمكن يديني قد دول مرتين. خليك حلو بقى بلا سئالة، الطمع مش كويس، ما تبقاش طماع. أنا برضو. على العموم باقية، وحابة أفوت عليك بعدين. سلام. سلام. ألف سلامة. ده باين الشغلانه هتبوظ يا جدعان. هات لي الكرباج يا شاوي. لا لا بلاش. بلاش يا شاوي، انت بلاش. فوزي بيه. بلاش كرباج يا فوزي بيه. ايه الحكايه يا زكي؟ انت بتحب مسعده ولا ايه؟ انا لا ابدا يا بيه ابدا. امال ايه؟ أنا خايف على فوزي بيه. يعني إيه؟ أصل كتر استعمال الكرباج يقلل قيمته. ثم البت مسعدة دي صوتها عالي، بتصيح كتير زي ما سعادتك عارف. أيوه بس البنت دي لازم تتربى. تقول لها أوامر فوزي بيه تقول لك مش طالعة؟ وماله يا بيه تتربى؟ نربيها والرب اللي جابوها كمان. بس مش بالكرباج. أولاً حسن غير مسعدة، ثم دي مسعدة برضه. والأهم من كده بقى، ضرب الحريم عيبة في حقنا يا بيه. أمال إيه يا زكي؟ عينيك يا بيه، عينيك هي الكرباج يا بيه. Thank you.
يلا بينا نمشي يا رجالة. أيوة ابعد عن الشر وغني له. على رأيك. طبعا كلكم مستغربين انا جاي اعمل ايه هنا. ما تخافوش انا جاي اقعد معاكم شويه. سكتوا ليه يا رجاله؟ ما تتكلموا، كلموا مع بعض. احكي يا حسن، احكي الحواديت اللي كنت بتحكيها، انا كمان عايز اسمعها. ها اقعدوا اقعدوا يا رجاله اقعدوا. كلنا هنسمع حسن. حسن حسن بيحكي للي بيحبوه. طب ما احنا كلنا بنحبه، كلنا بنحبه، بس هو مش واخد باله. مش قادر اتكلم، الخوف ماسك لساني. اهلا وسهلا يا سي فوزي. يا الف نهار ابيض يا اولاد. طب انا نفسي من زمان تنزل تقعد معايا. انا اصلي زهقت من القعده فوق، قلت انزل اقعد معاكم تحت. اهلا وسهلا، الف مرحبا. طب انا بقى هعمل لك شاي بايديا، والحساب النهارده عليا. بس على شرط يبقى من ايدين مساعده الحلوين. مين مساعده؟ مساعده ما بتعملش شاي لحد. كلام ايه ده يا مساعده؟ ده سفوزي ضيفنا وما يصحش تقول الكلام ده. ما تدقش على كلامها يا سفوزي، انا اللي هعمل لك الشاي بايديا. هي الناس راحت فين؟ انت قلت لهم يمشوا يا حسن؟ ابدا يا بيه. انها مشيت يا سي فوزي، دي ما تقصدهاش. لا تقصد، دي صغيره ده ما حدش بيزعل منها. عامله مكسوفه دلوقتي؟ امال ما كانتش مكسوفه ليه لما جت تخرج حسن؟ ساعتها فوزي كان حلو، ولك منها جت في الديره ومحدش شافها. عامله شريفه دلوقتي، امال ليه يومها وافقت انها تدفع الثمن؟ جلال الله، إن ما قلت الحقيقة لكم مقطعك حتت. حقيقة إيه يا ماما؟ حقيقة الكلام اللي قاله فوزي. يا ماما ما أنت عارفة فوزي وكلام. يعني حصل ولا لأ؟
وايه اللي حصل ياما؟ انك دفعت الثمن. يعني حصل؟ لا لا ياما، لا ما حصلش وعمره ما هيحصل ابدا. امال بتعيطي ليه؟ عشان جاي اليوم اللي تشك فيا ياما. انا مسعدة بنتك وتربية ايدك. مسعدة ياما، صدقيني عملي معروف، فوزي كداب. سعيد اوعي تكون انت اللي بتكدبي. انا يا بنتي طول عمري مقصوصي طاهر وطرف ديل توب نضيف. انا ما حلتش من الدنيا الا راس مرفوع، لا عندي مال ولا حاجة خاف عليها الا شرفي. وانتي شرفي يا مسعدة. طمني يا ام، طمني قوي. انا كمان ما حلتش غيره زيك، فاهمة ياما؟ امشي في العطفة وراسك مرفوعة زي ما طول عمرك بتمشي. تخبي عليا. يا ريتك كنت قتلتني يا فوزي، ولا بسعيدة عملت كده. فديتيني ليه يا مسعيدة؟ يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. يبقى ما فيش غير ان اقتلك يا فوزي. لازم انتقم منك يا فوزي. ومسعدة ما هي كمان ضحكت عليا.
شوفوا بقى يا رجالة، أنا قلت له بدر المرة ألف، قلت له كلمة وهي حكمة، قلت له أنت مش قده وجبت لي شغلانة كويسة حارن وزرجي اسمه بالعقل كده، هي العين تعلى على الحاجة بقى سيد. يا حسن عمرك ما هتنتصر على شيء إلا إذا انتصرت على نفسك أولا. حد بيحارب روحه يا سي سمير. أنت يا حسن، وعلشان كده قلقان ومش عارف تاخد قرار ولا عارف تعمل ايه، ابتدي بنفسك الاول يا حسن، وانت هتشوف كل حاجة على حقيقتها. واذا كنت عايز تسمع رأيي وبتثق فيا، مسعدة اطهر انسانة عمرها ما تعمل الكلام اللي بتقول عليه ده. سي سمير. اهلا يا ست صفية. انت فين يا سي سمير؟ موجود. لا مش موجود. موجود فين بقى؟ انت موجود ولا حاجة؟ ما هو لو كنت موجود ما كانش جيراننا ده كله سايبنا كده ولا احنا عارفين اذا كنت مسافر ولا هنا. انا ما سافرتش ولا حاجة، هو انا اقدر اسيب العطفة دي؟ حياتي. اهو بس كلام. لا ابدا يا ست صفية، ما هو ما فيش حد اكلمه الا انت. سي عبد الباقي قاعد فوق وما بيخرجش، وفوزي مخلي النهارده ضلمه. فوزي جبان بس انتوا هبوا فيه شويه. هو حد يستجري يفتح بقه؟ هي دي المشكله. انا خايفه على مسعده منه يا سمير. مسعده جدعه ما تخافيش عليها. مسعده كويسه، وإلا ما كانتش قدرت تبص في عيني. صباح الخير يا حسن. صباح النور يا مسعدة. يو انت لسه ما قمتش؟ انت لما سيتك كحلي كده ليه؟ ولا كنت سهراء؟ روح انت يا مسعدة وسيبيني. طيب هتيجي ورايا؟ لا يا مسعدة، انت عاوزة مني ايه تاني؟ مش خلاص طوعتك وطلعت معاكي وشفت الناس؟ الله، انت حابس نفسك كده ليه يا حسن؟ انت خدت على الحبسه ولا ايه؟ تفرق ايه الاوضه دي عن الاوضه التانيه اللي كنت محبوس فيها؟ الاوضه دي اوضتي يا مسعده، بحس بالامان وانا فيها. فين يا اخوي؟ فين؟ هنا بين الحيطان دي اللي حطيت بق على صدرك؟ يا اخويا ده انا صدري بيتكتم زي ما اكون بتنفس في حق. الحيطان دي بطمن لها وما بخافش منها، ساتر وغطى عليا. لا الحقيقه بقى انت مش عايز تخرج عشان ما تشوفنيش. قول كده. ما تقوليش كده يا مسعده، ده انا الود ودي اختك واروح بك بعيد بعيد ما حدش يشوفك غيري، لكن انا مش عاوز اشوف الناس. ليه؟ مالهم الناس؟ طلعت في نظرهم جبان يا مسعدة، فضلت محبوس لغاية ما جيت انت وخرجتيني. مش قادر، مش قادر ابص في عينين حد من العطفة. ايه؟ بلاش عباطة، اوعى تقول الكلام ده ابدا. دول اهلنا ودي حتتنا، احنا ما نقدرش نعيش بعيد عن الناس دول يا حسن. بكرة ان شاء الله تيجي الليلة الكبيرة، أمي نادرة تعمل لنا الفرح ليلتها. الناس دول هم اللي هيغنونا ويرقصونا يا حسن. اسمع كلام وبكرة تحلاوه بإذن الله، بس انت ارجع زي ما كنت. ايه يا حسن؟ بكرة ان شاء الله هنتجوز ونعيش في بيتنا ولا في أوضة تانية، والحياة ترجع مزهزها أحسن من الأول. وانتي، انتي قبلاني يا مسعدة؟ ما تقولش كده، ده انت حسن. حسن وان شاء الله يحصل ونخلف واد وبنت. والبنت نسميها مسعدة. والواد نسميه رمضان
على اسم المرحوم اخويا. مساعدة، انا مش هتجوزك الا لما ادفع لك مهرك اللي انت قلتي لي عليه. ازعق لفوزي. هتزعق له يا حسن، وهتقف قصاده راجل لراجل. ها راجل لراجل يا حسن. بس ده مش ممكن يحصل وانت قاعد هنا. بس يا مسعدة، كل ما اشوف فوزي واجي ازعق له ببلع زهيقي، بلاقي مر في صدري لكن غصب عني ببلعه. معلش، المرة الجاية يطلع ويجلجل ويمنى العاطفة بحالها يا حسن. انت راجل راجل. وبعدين فوزي مش ماسك عليك زلة. ها مش ماسك عليك زلة يا حسن، زيه زي غيره. هيعمل لك ايه اكتر من اللي عمله فيك؟ ولا ما أخذ يعني بدي الكلمة، طول ما انت قاعدة القاعدة الحزينة دي وشغلنا كله حيبوظ. دي أمي يا زكي، ألف رحمة تنزل عليها، ما قلناش حاجة، الله يرحمها. بس أنا بقى بحذرك، في بنت اسمها مسعدة شغلة فوزي بيه قوي، شغلة بضحكتها وبمشيتها، يعني بالبلد عايز أقول ممكن تنسيه كل اللي احنا عملناه. فأنا بقى عايزك تفتح مخك بقى وتفوق نفسك. شكل ده انا عملت اللي عليا وارضيت ضميري. بالاذن، قلبي معاك. مساعدة بنت صفية. سي سمير، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا، اتفضل، يا الف خطوه عزيزه، يا اهلا وسهلا. ده انت اول مره تزورني هنا. اتفضل اعمل لك براد شاي. ما تعملش حاجه يا حسن، انا جاي اقعد معاك شويه وخلاص. يا اهلا وسهلا، يا اهلا. لا مؤاخذه يا سمير، يعني المطرح مش قد المقام. لا ابدا، كويس قوي. ايه يا حسن، في رايحه وجايه كنت بشوفك في العاطفه في الدار عند صفيه. ايه يا حسن، انت فين؟ انا هنا يا سي سمير، انت اللي فين؟ مشاغل يا حسن. وخلصت المشاغل؟ قربت. خد بالك من نفسك يا حسن. انا عايزك جنبي قوي يا سي سمير، ده انا وحداني. كلنا في الحياة دي يا حسن بننزل لوحدنا وبنخرج منها لوحدنا، وفي الحقيقة عايشين لوحدنا مهما عشنا في الزحام ومهما قربت مننا الوشوش. أنا متضايق من نفسي قوي يا سمير. أنت اللي لازم تطلع نفسك من الحالة دي يا حسن، ما تستناش حد تاني يطلعك من اللي أنت فيه. قصدك مسعدة هي اللي خرجتني أول مرة؟ المرة دي لا مساعدة ولا غيرها هيقدر يدخل جواك ويخلصك من اللي انت فيه، مفيش غيرك. ايوه يا سمير، بس انا خايف على مساعدة وانا في الحالة دي. اطمن، مساعدة ما حدش هيقدر عليها، مساعدة راجل. بس لا مؤاخذة يا سمير، انا شفت سي فوزي بيبصلها بصة كده مش ولا بد. خليك في نفسك الاول. يعني ايه يا سمير؟ ده انا كنت اموت نفسي لو مسعده جرالها حاجه. انت ما تعرفش مسعده دي بالنسبه لي ايه. مسعده دي هي كل حياتي، هي ليلي، هي نهاري. سي سمير، ايه رايك لو اخلي سي فوزي مش هنا في يوم واطلع اشتكي لعبائي بيه؟
اتعلم ما تشتكيش لحد يا حسن. الشكوى لغير الله مذلة. ما تعودش نفسك على الذل. ربي إرادتك بنفسك وانت تبقى قوي. يعني ايه السمير؟ الإنسان إرادة يا حسن، وصفات الإنسان بتتربى وتكبر زيها زي أي مخلوق. عايز تضحك اضحك، عايز تصرخ اصرخ، عايز تقول حاجة قولها، ما تمسكش قلبك ولا لسانك، اطلق نفسك على طبيعتها. وانا مني مش فاهم كل حاجة بتقولها يا سمير، لكن كلامك حلو زي العادة. ببساطة يا حسن، ما تعتمدش على حد علشان يعملك حاجة، اعملها انت بنفسك، وسيب نفسك تعبر وتحس زي ما هي عايزة. يا ريتك يا سمير تيجي تقعد معايا شوية صغيرين كل يوم علشان اسمع كلامك الحلو ده. انا مسافر يا حسن، اعتمد على نفسك بس. مسافر فين؟ رايح باريس انا وهاني صاحبي. طب ما تستنى لما اتجوز مسعدة. حسب الظروف، انا لسه بوضب نفسي. خسارة، ده احنا ما صدقنا انك رجعت العطفة. انا هتجوز يا حسن حقيقي يا سمير. ودي مين المحظوظة دي؟ انا اللي محظوظ. انا هتجوز بنت فرنسية اسمها كريستين. كريستين بتحبها يا سمير؟ حب عقلي. عقلي؟ هو السمير مش الحب من هنا برضو يعني من القلب، ولا يمكن الدنيا اتغيرت؟ الحب العقلي اقوى واغسخ واثبت. خلاص يا سمير، مدام كده يبقى الف مبروك. الله يبارك فيك يا حسن. بقول لك ايه يا سمير، ما تبعت لها تجيبها ونتجوز انا وانت في ليله واحده في ليله كبير. اصل اكيد الفرنساويين دول ما عندهمش ليله كبيره. احتفل انت يا حسن، انا هتجوز في باريس من غير ليله كبيره ولا فرح ولا زينات ولا اي حاجه ابدا. السلام، حظك حلو. تعرف دي الحته اللي فاضله، كانوا 200 حته خلصوا في اسبوع. اتفرج كده هتعجبك. ولا اقول لك فوت عليا بكره الصبح احضر لك حاجه احلى، هتعجبك ان شاء الله. حاضر. مع السلامه. بقول لك يا سنداوي، العباره دي يا اخويا مش نافعه معايا. عبارة ايه؟ عبارة انك تنطلي هنا كل شوية. معز؟ لا معلش، وفر معزتك، مستغنين عنها. وعقلك يقولك ان انا من اللي بيطاط. بقى شوف يا زكي، انت راجل زكي، والحسابة زي الكتابة. لا حسابة ولا كتابة، خفيف. خلاص، نتفق على معلوم، ومش هتشوف وشي تاني. لا معلوم ولا مجهول، احنين. يلا اخويا بقى كده. ايوه كده، واللي انت عايز تعمله اعمله. يلا ما تتنحش معايا. كنت عايز زكي ليه؟ كان عازمني على شاي. رجلك بقت تدب عنده الايام دي كتير، خلي بالك منه، ده لعبان. الكل بيلعب لحسابه فرغالي، احنا اللي عاملينه ملعب لحساب غيرنا. يعني ايه؟ يعني لو ما فهمتهاش لوحدك عمر ما حد هيفهمك. هكون عند قولك يا مسعدة، وأقدم لك المهر اللي نفسك فيه.
ليكي زمان ما دورتيش. انت زفت يا حسن. بقى انت هنا وانا بدور عليك. انا هنا يا فوزي بيه، هروح فين؟ ولما انت هنا ما بشوفكش بتنظف الدار ليه؟ ها؟ على طول كده حابس نفسك في اوضتك؟ ايه الحكايه؟ انت اتعودت على الحبس ولا ايه؟ اصلي تعبان يا فوزي بيه. واستريحت؟ جدع يا حسن. على فكرة تعال 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 بس ما تخافش تعال. أنا كنت عايزك تعرف إني ما خرجتكش عشان خاطر مساعدة، لا ده أنا خرجتك بمزاجي. صحيح يا فوزي بيه؟ طبعا يا حسن، ما أنت عارف كويس قوي إن أنا بعزك. مسكين يا حسن، انت فعلا تعبان وانا بدي اريحك. تعيش يا فوزي بيه. انا بقول مفيش داعي تنظف الدور الفوقاني ده ولا تطلع له خالص. حاضر، بس انا بقى عايز مساعده هي اللي تيجي تنظفه. أنا عايز راحتك يا حسن. أيوه يا فوزي بيه، بس أنا مش تعبان قوي كده. لا تعبان، ولما فوزي يقول تعبان تبقى تعبان. وبعدين ما أنا شايفك تعبان أهو. اسمع يا حسن، مش مساعدة دي هتبقى مراتك وهتتجوزوا في الليلة الكبيرة ده على حسب ما سمعت يعني. أيوه خلاص، يبقى لازم تسمع كلامك. اسمع يا حسن، احنا رجاله زي بعض، وانت عارف قد ايه انا بعزك، لانك انت طبعا متربي هنا يا حسن. انما مسعيده بقى وضع تاني، يعني لما حاولها تطلع تنظف الدور الفوقاني وترفض هحبسها. انما معاك انت يا حسن، ده انا امرت رجالتي انهم يدخلوا لك على طول ميه واكل. انما بقى مع مسعيده انت عارف انا مشغولياتي كتير ويمكن انسى، وبعدين اسيبها لغايه لما تموت. بس ده حرام يا فوزي بيه، دي مسعيده غلبانه قوي وما تستحملش حبسه يوم واحد. اديك قلتها يا حسن، مسعيده غلبانه، وبعدين انت بتحبها، واللي بيحب يخاف على اللي بيحبه، مش كده؟ ها؟ يلا حسن، روح بقى قول لها تسمع كلام فوزي بيه. يا ما عشنا نستنى وصولي